جيت ساندي كنت دوز تيست هنايا نهار 2 جاوبوني عندي بوزيتيف، دونك ماشي شي حاجه غاف يعني الا غنمشي للسبيطار ولا شي حاجه، غادي ناخذ غير الدواء في الدار ونجلس 14 يوم ابخي نعاود التيست ونشوفو شويه. انا اصلا ما فهمتش حيت كنت دايره البروتيج، كنت كنلبس الماسك، اختي هي اللي حنا كيفاش درنا التيست كانت دارت اختي وخرج لها بوزيتيف صافي، وجينا حنايا درناه مزيان غير في الدخله شويه كيكون زحام. حنا الحمد لله ما لقيت حتى شي، حيت جيت كان عندي الرقم دخلت ديريكت دوزت التيست عادي مزيان، غير في الدخله كيكون شويه الصداع اللي ما عندوش الرقم وهادي. بحال مثلا داك النهار كان نايض شويه الصداع حيت يمكن كيدخلوا ما عرفتش واش كيدخل شي وحدين ما عندهمش وراق، وخصك تسنى فهمتي اللي كيجي كياخذ الورقه كيتسنى بزاف. لقيت بزاف الناس وما كتبغي تسول شي واحد ما كيلقاش اللي يعطيك الجواب زعما، مثلا حيت انا حنا خديت لي نيميرو باش نعرف، دابا لقيت تما عامر ما كيكونش اللي يجاوبك، حتى الناس ما كاينينش واقيلا بزاف اللي كيديروا لي تيست ولا ما عرفتش، حيت لقيت دابا خصني الا بغيتي تاخذ لي نيميرو خصك تجي مع 6 الصباح باش دوز تيست مع ديك الثلاثه ولا الجوج ولا ما نعرف، حيت راه على حسب حتى النيميرو اللي خديتي قالوا لك كاين اللي كيجي معاه 5 الصباح باش يجي ياخذ لي نيميرو.